كلامي. طيب هو انتوا اتنين ولا انا النظاره مسجله؟ بطرح منها الديوريشن تديني الليد ستارت.
يبقى اللايت فينش بتكون في ايدك، تطرح منها الديفيجن تديلك مين؟ الليت ستارت. كلام جميل. رقم ثلاثه، انا بعكس عن هناك الصدر بقى، ها؟ عارف هناك عامل رسم مين؟ هنا الخارجه، هنا الخارجه، هي عدد الحسابات، ويتم وضعها عن نقطة واحدة والتعامل مع الأقل. رقم أربعة، إذا وجد لا يتم طرحه، إذا وجد ليد يتم جمعه. كده أربع خطوات هنا وأربع خطوات هنا، سنحضر في إيديكم أهم، وعلى الطريق الأربعة دول والأربعة دول تقدر تدي المسألة في الوقت قليل جدا. طيب الراجل مديني مسألة زي كده وبيقول لي ابدأ هنا، كلام جميل؟ طيب لو احنا افترضنا، لو احنا افترضنا طبعا هجيب علاقة عن المعالج، يعني المعالج انت مش عارف كانت ايه بصراحة، السي كانت علاقتها بالاي اي ثواني، السي كانت بالدية اشي. طيب توكل على الله ونبدا نحل، واحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، همشي مسار امامي، ممنوع انك ترجع وممنوع انك تقف، ممنوع انك ترجع وممنوع انك مين؟ تقف. يلا يا باشا، قبل ما احل برضه لازم اتاكد من القاعده اللي قلنا عليها ونوهت عليها كذا مره، وحصل من المحاضره تاني يوم الدكتور قعد يحكي لك في الحته دي، خلاص ايه هي؟ لازم اتاكد قبل الحل ان الشبكه بدها بنشاط ومنتهيه بنشاط. هي حاليا بدها بكام نشاط؟ منتهيه بكام نشاط؟ اوكي ما عنديش مشكله. تاني حاجه اتاكد منها، لازم كل نشاط داخلي وعلاقه على الاقل من الستارت، وعلاقه خارجه على الاقل من مين؟ من الفينش. اوعى تقول لي ما هو نشاط داخلي في الداخل، نشاط زي الايه؟ دخلوا علاقه في فين؟ في الفينش، ولا تفرق معايا في شيء. انا اللي يهمني مين؟ اللي تكون علاقه داخلي فين؟ طب افرض ما كانش في علاقه داخلي من الستارت، ساعتها كان غصب عنك لازم تعمل ستارت هنا وتروح موصل الستارت ده بمين؟ بالنشاط دي. انت فهمت قصدي ايه؟ تمام. طيب بعد كده، بعد كده ده داخل، دخلت ثلاثه يا باشمهندس ان شاء الله 1000، المهم انه ما يكونش فيه مين؟ مفيش حاجه اسمها حاجه اسمها نشاط حياتي، واضح كلامي؟ هنا شفت ايه اللي انا بعمل ايه؟ قلت دي وقلت دي، دي ولا كاني شايفها، لان دي مش فارقه معايا في اي شيء. انا قلت تبقى خارجه منين؟ من الفيش. وضح الكلمه؟ طب ده ها دخله فين؟ خارج منه فين؟ دي ولا كانك شايف، انا بتاكد بس على بس، وهكذا الشبكه كلها سليمه. ابدا حل يلا يا باشا، يبقى هناك هنا هنا. طيب علاقه البي بالاي، العلاقه رايحه ايه؟ ستارت تو ستارت بلاك كام؟ القاعده دي معناها قبل ما تحسب افهمها، معناها ان من حق النشاط بي يبدا مع النشاط ايه، لكن بعد ثلاث ايام من بدايه النشاط بي. دي معناها اقولها تاني، من حق النشاط بي والنشاط ايه يبداوا مع بعض، لكن بي يبدا بعد ايه بكام يوم؟ بثلاث ايام. ده معناه صفر وثلاثه يعمل لك هنا كام؟ يبقى وانا رايح في مشوار الذهاب لو في لاج بجمعه، لان القاعده بتقول وانت رايح بتجمع وانت راجع بتطرح. خلي بالك وانت رايح تجمع، ماليش دعوه بقى لاج ولا ليه عشان ما تنساش، وانت رايح دايما ماله؟ طب وانت راجع حلو، ده دلوقتي مجرد ولا سائل؟ يبقى انا رايح يبقى ده حط بشرط، طب ده ايه؟ وانا رايح رساله صح الكلام؟ فكده هيطرح. طب وانا راجع انا قلت بطرح، ده موجب هيبقى، طب وده هيبقى سالب سالب، فده اللي خلاني اقول ان هو ماله وانا راجع بالكلمه. فهمت قصدي ايه؟ طيب تعالى
ده كده هيبدا كام هنا؟ حد مليون 5 و8 13 هنا 5 و9 14 هنا 0 و7 تعمل لك 7 هنا 19 كلام جميل. ادخل معايا على ده خلينا كام هنا 7 النشاط مين بقى يا شباب؟ النشاط اف. خليني في اف تخيلوا كام سنه؟ يعني كام حسبه؟ ما احنا قلنا رقم 3 هناك في الفورورد باس عدد الاسهم الداخله هي عدد مين؟ وبيتم التعامل مع مين؟ مع الرقم. طيب كل سهم واحد كانت دي كده 14 14 بقت كده كام؟ 18. تعالى لي على ده بقى داخل له كام علاقه؟ 2. بس هل العلاقتين داخلين في الستارت؟ ولا واحده هنا وواحده هنا؟ طب عشان اقارن ما ينفعش اروح جايب دي واحطها هنا، ركز معايا دي كام؟ يبقى 14 هنا. دي هنا هتروح كام هنا في المكان ده؟ 7. تيجي تقول لي مين الكبير فيهم يا راجل بتستعبط؟ ليه بتستعبط؟ لازم تجمع الاثنين عند نقطة وتقارن. بمعنى دي 14 و7 تعمل لك هنا كام؟ ها؟ 21 مش كده؟ ولا غلطان؟ تمام كده مين الكبيرة في الاثنين؟ يبقى 7 كمان مش موجود. اوعى تقول لي رقم عند الستارت برقم عند مين؟ الفيش. انا اللي عملته ايه دلوقتي؟ خدت دي وقت هناك كان من حقك تعمل قاعده ثانيه. ايه هي؟ 7 ناقص 7 تعمل لك هنا كام؟ في كلتا الحالتين على الجنبين هتلاقي الرقم الكبير هنا والرقم الكبير هنا. وده اللي انا قلت القاعده الظريفه دي ايه هي؟ ها؟ بيتم وضع الكلام كله عند مين؟ نقطة واحدة. والقرن مين؟ الكبير هو اللي بيشتغل عليه. وده الكلام اللي بقوله؟ تمام. يعني معنى كده كده كام دلوقتي في نظرك؟ ها؟ يبقى هننزل هنا 14 وننزل هنا كام؟ 21. النشاط جي حد يحسب لي كده؟ 14 هيبقى كام يا جماعه؟ من كام علاقه؟ يبقى 14. طيب 14 و6 20. تعالى بقى على اتش وصحصح. اتش داخل له 5 يبقى كام حسبه؟ بس خلي بالك الحسبتين اللي عندك دول مشكلتهم في ايه؟ ان واحد في الستارت وواحد في مين؟ في الفينش. طب هتعمل ازاي؟ نفس القصه هجمع النقطة وأقارن. تعالى علاقة الاتش مع الجي نوعها ايه؟ ستارت وستارت بلاك كام؟ يعني معنى كده الرقم ده يطلع كام هنا؟ جبتها من 24 قلت 14 ستارت زائد ال 10 اللي هي 24 زائد 2 تعمل لك هنا كام؟ انا نزلتهم جوه النقطة ولا سايبهم بره؟ سايبهم بره لحد ما اقارن. طب تعالى علاقة الاتش بالام فينش تو فينش بلاك كام؟ يبقى 19 زائد 20 تعمل لك مين الكبير؟ يبقى 39 ارجع 37. حد مش فاهم حاجه؟ يبقى دايما بتطبق الموضوع ازاي؟ ها؟ اسحب عند نقطه واحده وقارن. واوعى تقول لي انه هنا كان دي اكبر والناحيه دي كانت ده هي واحده. قارنت هنا قارنت هنا هي واحده. خلاف ذلك يبقى انت ايه؟ زي ما اتفقنا المره اللي فاتت الراجل ماله ها؟ حاله غلط. صح؟ يطلع الامتحان يقول لك ايه؟ محدش يكلمه. واثق من نفسه. الحزين واثق من نفسه انه حاله غلط، يا ريته حاله صح. فاهمين معنى قصدي ايه؟ ماشي. تعالى. النشاط اي بقى. حد يديني كده اي؟ اي داخل له كام علاقه؟ 3. يعني كام حسبه يا جماعه في الصلاه دلوقتي؟ 3. اول حسبه كام؟ 21 في 2 23. مش هعمل بقى في الفيلم خلاص. طب تاني واحدة 14 أربعة يبقى مين الكبيرة؟ يبقى ينزل 23 و6 29. خش لي على ده كم حسبة ده؟ 2. يا كام يا كام؟ 7 يا 7 13 يبقى 13 13 و3 ها 16. خش على ايه؟ ده بقى مشوار. داخل له كام علاقة؟ 4. طب أغلبية العلاقات فيه؟ يبقى هجمع كله عند الستارت. خليك ذكي. مش تروح تاخد لي التلاتة دول وتوديهم عند الفينش وتقارن. طب ما تاخد بس الكلمة هنا وتقارن. ولا أنا غلطان؟
طب تعالى بهدوء يلا يا باشا. 16 و7 كام؟ 23 مش كده؟ ناقص الخمسه تعمل لك 18 مش كده؟ تمام قوي. 13 او كام يا جماعه؟ او 13. خلاص انسى دي خلاص كده خليكم معايا. ما انا جبت المحصله بتاعتها اهي. او ستارت 13 او كام؟ 29 او كام؟ 38. ليه؟ 39 ناقص 1. انا قلت وانا رايح اديك بصراحه. يبقى معنى كده هنا كام؟ 38. انزل من مين في الاربعه؟ ها؟ هننزل بمين ها؟ 38 ناقص زائد الخمسه هتعمل لك كام هنا؟ 43. يبقى شبكت خلصت على كام يوم؟ 43. معناها سالب واحد دي معناها العراق هنا هي اول اقراها كده فينش كمين تو ستارت. معناها ايه مش تو ستارت وسالب واحد دي؟ دي معناها ان النشاط كي من حقه يبدا قبل نهايه اتش اليوم. اقولها تاني السالب واحد دي معناها ايه؟ النشاط كي من حقه يبدا قبل نهايه اتش مين بيو. طيب انا اتفقت معاك المره اللي فاتت وقلت انا ما برجعش عشان اجيب المسار الحرج. انا بضرب كل القواعد. امال بعمل ايه؟ بجيب المسار الحرج من غير مرجع وبعد كده اجيب بقى المسار الحرج. اعملها ازاي الحركه دي؟ خلي بالك هتفيدك جدا في الامتحان في الوقت. تعالى معايا بقى صلى على النبي. اخر نشاط كان مين؟ الكي مش كده؟ الكي جاب 38 من انهي حته بالظبط في كل اللي دخلني ده؟ ها؟ ال اتش وانا كده بقيت المسار الحرج. معايا مش معايا؟ كمل لي يلا. ال اتش جاب ال 39 وال 37 دول منين؟ من عند مين؟ صح كده؟ ده جاب دي منين؟ يبقى المسار الحرج بتاع حضرتك ايه؟ ال اتش كي. دي اسهل طريقه انما انت ترجع وتقعد تدور بقى فين الحرج بالضغط. ده بيظبط لك الاداء. هتعملها ازاي تاني؟ ما سبتش المره اللي فاتت. بمسك اخر مين؟ نشاط. عيني على التاني ستارت بتاعك واتاكد 100% ان مستحيل يجي يقف معاك في النص لان من خصائص المسار الحرج هو مسار متصل اذا كونتينوس باس بيمسك معاك من اول الستارت لحد مين؟ الفينش. لان تعريف المسار الحرج هو المسار اللي مجموع ازمنته زائد اللاجات اللي فيه يساوي زمن المشروع. وبالتالي ده لازم يكون مسار مين؟ متصل. ما ينفعش يتقطع. طب اللي انت عملته ده ما احنا عارفين المسار الحرج ظروفه ايه؟ هروح جاي عامل هنا بقى خلي بالك حد ما ليه يبقى اللي فوق هو اللي مين؟ 37. واحد حالتي زي 39. هقول لك ما هو خلي بالك دي كام؟ سالب واحد. مش انا قلت وانا راجع اللي بجمعه بقت دي كام ساعتها مظبوط كده؟ واحد. طب تعالى هنا بقت كام؟ خلصت المسار الحمد. حد عنده غلط؟ حلو. طيب تيجي بقى تخش على بقى مين؟ الانشطه غير ايه؟ حركه. يلا بهدوء. النشاط جي. جي بقى انا كده داخل على مين يا جماعه؟ الباب والباص. بشتغل من اليمين لفين؟ للشمال. خلي بالك بيكون معاك اللي في رجلك منها مين؟ الليد ستارت او معاك الليد ستارت تجمع عليها المهم انها شغال تحت خط مستقيم. واضح كلام انا قصدي ايه؟ ماشي. طيب عدد الاسهم الخارجه هي عدد مين؟ الحسابات. وبشتغل مع انهي؟ الاقل. مش ده اللي مكتوب؟ طب ما تيجي نمسك النشاط جي. داخل له كام علاقه جي؟ او خارج منه اسف كام علاقه جي؟ اثنين. اول واحده فينش تو فينش. ولا بطاط. تعمل لي كام تحت هنا؟ 43 ناقص 7 تعمل لك هنا كام؟ 36.
36 ناقص 3 بيعمل لك هنا كام؟ والله غلطان. أول العلاقة ستارت تو ستارت يبقى كام؟ خلي بالك لما بتكلم أنا بشاور بإيدي على التواريخ دلوقتي اللي تحت. أنتوا معايا؟ يبقى 338 تيجي معايا هنا كده. مين الكبير في الاثنين دول؟ شكرا. يبقى اشتغل على الصغير ده يا ست 33 36 انسى. يبقى وانت راجع شغال على مين؟ وانت رايح على الكبير. كمل لي يلا. النشاط قال خارج كام علاقه؟ ده عبيط. ده عبيط. خارج كام علاقه؟ يبقى هي الحسبه الواحده. في لاج ولا مفيش؟ يبقى يرجع كام؟ 38 تبقى هنا كام؟ 32 مش كده؟ تمام. النشاط كام ليه؟ في ثانية عمال يديهولي 30 أشكرك 30 جت منين؟ العلاقة فينش ستار بيلاك بيبقى باتنين تبقى 32 ناقص الاتنين تعمل لك 30 تعمل لك 23 اتفقنا؟ ماشي النشاط اف فرق كام علاقة؟ واحدة يبقى هنا كام؟ 32 هنا 28 أشكرك النشاط جي خارج كام علاقه؟ اثنين هنجمع عند نقطه وتاخد مين؟ ما احنا فهمنا خلاص ناخد الاقل. طب تعالى لي هنا دي كام بقى؟ 32 مش كده؟ تبقى هنا 32 ناقص 6 تعمل لي هنا كام؟ 26 صح كده ولا غلطان؟ او كام يا جماعه؟ 27 او 37 ناقص 10 تعمل لك هنا 27 لا 26 32 اتمنى يكون كلامي متفهم ما يكونش حد سرح مني اللي سرح ايه؟ يرفع لي ايده مش هجاوب هجاوب مش هجاوب هجاوب بالنسبه لكم انتوا واحد برضه يرفع لي ايده انا والله خايف اوصل لحد انتشر والله حصلت لي في يوم طبعا برضه كان في الكريدت اول بس في واحد منهم في ميكانيكا والتاني في مين؟ في الكريدت اول. الورقه معاك في المهم لازم تتاخد مين؟ في الكريدت اول عادي خالص. بعدها في المهم لقيته في الجديد. ايه اللي لازم اعمله محضر غش؟ قول لي والله ده اخويا. قول له لا هو ولا هو والله العظيم اسال نسخه وكلمت نفس الطقم كمان ساعتها. البيع يا جماعه البيع هندسه البيع مش تحسين البي خارج كام علاقه من البي؟ اثنين يبقى كام يا كام يا جماعه البي؟ البي كام كام؟ 30 او 33 صح كده؟ يبقى هشتغل على كام؟ حد عارف ما جاتش حد؟ حد مش عارف جات منين؟ العلاقه فينش تو فينش يبقى 30 او فينش تو ستار 33 صح كده؟ يبقى اشتغل على الصغيره هنا كام؟ 26 النشاط سي كام؟ 33 ناقص 8 25 النشاط دي خارج كام علاقة من الدين؟ كام يا جماعة؟ 23 تمام 23 ناقص 9 هتعمل لك 14 صح الكلام؟ يلا بنيجي نعمل فوق كل نشاط خط ركز بقى بنحط فوق كل فلوت بنحط تحت فري فلوت نمسك رقم واحد التوتال فلوت انا بحب ارسمه كده قوي ادي النشاط دايما عارف انا دايما ببقى عارف ان التوتال فلوت هو عباره عن التواريخ الستارت ناقص بعضها او التواريخ الفينش ناقص بعضها وبحب اكتب الكلمه دي عليها دايما ان توتال فلوت هي نظره داخليه للنشاط لما تيجي تحسب التوتال فلوت عينك جوه النشاط ما تبصش بره يا التواريخ الستارت ناقص بعضها يا التواريخ ها الفينش ناقص بعضها اتفقنا؟ تمام طب تعالى لي يلا ادي الخط اهو هنعمل ايه؟ المسار الحرج مش
اللي فوق هو اللي تحت ولا انا غلطان؟ يعني معنى كده ان مسار الحرب ما كنتش محتاج اصلا ارجع، يعني ممكن احسب الثلاث كل بتاعه واكون رهين وانا كنت اتصاب صح؟ يبقى انا عايزك تعمل ايه؟ صلى على النبي. انا عايز معاليك مجرد ما تحل امان تجيب المسار الحرب وتروح جاي على القطر والفريق بتوعه وتعمل ايه؟ صفر على صفر صفر على صفر صفر على صفر صفر على صفر. ده مش تبعنا يا اسطى. ماشي خلاص كده؟ انا كده مظبوط تمام. طيب تيجي بقى على باقي الانشطه غير الحقيقه. احسب معايا كده دلوقتي يلا. النشاط بي كام يا جماعه؟ انا قلت عينك فين؟ جواه. ولازم نحسب من الناحيه دي نحسب من الناحيه دي. 23 صح كده ولا ايه؟ النشاط سي 20 النشاط دي 9 تمام؟ النشاط في 9 ما هو بص مش عارف تجيبها من الناحيه دي بص الناحيه التانيه من اي واحده بتجيب التانيه لازم الواحد يبقى ناصح بص في الناحيتين ايوه هنا النشاط 14 ماشي هنا ده 12 هنا ده 9 هنا ده 20 خلصت. تعالى بقى خش على اللي بيتعب الناس بس لو اتفهم خلص اللي هو مين؟ تاني واحد عندنا اللي هو الفري فلوت. خد القواعد دي واكتبها مني يلا. اول قاعده في الفري فلوت انه لازم دايما التوتال فلوت اكبر من او يساوي الفري فلوت. ده ما فيهاش نطاق ما فيهاش كلام. دايما الرقم اللي فوق الخط اقل من او يساوي اسف اكبر من او يساوي مين؟ الرقم اللي تحت الخط. وده اللي خلاني وانا مغمض في المسارات الحرجه او في الانشطه الحرجه بعمل ايه؟ مش ده صفر؟ ده ملوش حل غير يبقى مين؟ صفر. طب استناني النشاط دي كده الفلوس بتاعه كام؟ 9 يبقى الفري بقى كام؟ 9 او اقل. ما ينفعش ابدا يبقى اكبر. ما هي القاعده دي تقول لك اللي فوق دايما اكبر منها ويساوي مين؟ اللي تحت. اتفقنا؟ تمام. رقم 2 بتحسب دايما على التواريخ الايلي ديتس. عينك رايحه دايما على انهي تواريخ؟ اللي فوق ممنوع على الاطلاق. وخلي بالك دي ابشر في تمستيل. ممنوع على الاطلاق تحسب الفري فلوت على التواريخ اللي تحت. ممنوع تحسب ابدا على مين؟ شغلك كله على انهي تواريخ؟ اللي فوق. تمام. رقم 3 عدد الاسهم الخارجه هي عدد الحسابات ويتم التعامل مع الاقل. صح الكلام؟ تمام. بتساوي ايه القاعده دي يا جماعه؟ القاعده رقم 3 فين؟ في الباكورد باكس. يعني دي يعتبر هي دي. ماشي. رقم 4 عندي ايه هي رقم 4؟ رقم 4 دي اهم حاجه بعد الاطلاق. ايه هي بقى؟ لا بصوا يا جماعه الدكتور في المحاضره لما قال لك ايه اللي ستارت النشاط اللي جاي؟ نايس ايه اللي فينش بتاعتك؟ كانت العلاقه فينش وستارت. لكن افرض العلاقه مش فينش وستارت فالقانون ده كده مش هيمشي معاك. يعني الدكتور وهو بيشرح كانت المساله معاه كده. لكن افرض انت بقى من علاقات مختلفة فهتعمل ايه؟ بنقول ان التوتال فري فلوت ده عبارة عن نظرة خارجية للنشاط مع الأنشطة التي تليه. صح الكلام؟ تمام. حسبتها عبارة عن ايه؟ مكان دخول السهم في النشاط التالي ناقص مكان خروج السهم من النشاط الأصلي. ناقص اللاج لو في لاج. ناقص زائد الليت لو في ليت. زائد ها؟ زائد الليد لو في ليد.
هو ده القانون اللي تشتغل عليه عليك. طيب ما تيجوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نحسب الفري فلو. انا ليه بدوس عارف في المساله دي؟ هيبقى عليها درجه كتير في الامتحان ومش هيجيبها شبكه عليها الدكتور 15 درجه هو قايل، ومش هيبقى عليها يعني بالظبط حوالي تقريبا ربع درجه امتحان، يبقى حرام علينا نضيع مساله في الجيد. فتركز قوي انه هيجيب لك انشطه كتيره جدا مفتوحه من البدايه. لا مش شرط. وانشطه كتيره جدا مفتوحه منين؟ من النهايه. كل اللي عليك بعد ما ترسم تشوف كل المفتوح من البدايه وصله بمين؟ بالستارت، وكل المفتوح من النهايه وصله بمين؟ بالفينش. انت فاهم؟ في كذا تريك هنعملها دلوقتي جوه المساله دي. هترسمه بجد؟ احنا ضربنا اول حاجه سهله بالجدول صح؟ وهقول برضه حاجه مصروفه برضه النهارده نتكلم فيها، بس تعالى معايا كده. صل على النبي. باشا بعد اذن معاديك النشاط بي الفري فلو بتاعه كام؟ معلومه قلتها لك المره اللي فاتت وباكد عليها النهارده. وهتفضل في دماغك على طول. لما تيجي تحسب التوتال والفري للانشطه احسب توتال الانشطه بالكامل الاول وخلصها. وارجع احسب مين؟ فري. ما تحسبش الاثنين عند نفس النقطه هتتلخبط. لقيتنا فاهم ما تخش في بعض في دماغك. يبقى انت ماشي ازاي؟ زي ما انا عملت. توتال كله وبعدين فري كله. النشاط بي. الفري فلوت بيساوي ايه؟ هسألك سؤال، هو مين اللي معتمد على ده؟ أو خلينا بعيد عن دي، بعيد عن دي. النشاط سي سي سي. خارج من سي كام سهم؟ واحد. السهم اللي خارج من سي مودي مين؟ جي. جي. داخل في الجي فين؟ يبقى دي هاخدها. مكان دخول السهم في النشاط التاني. صح كده ولا غلط؟ ناقص. هو خارج هنا من مين؟ في لعبة ولا مفيش؟ يبقى معنى كده البعض دي كلها دي. او معناها ايه ان الفري فلو اصلا؟ سي هينتهي امتى؟ حد يجاوبني؟ جي اللي هيبدا بعده هيبدا امتى؟ يبقى النشاط سي من حقه يتاخر كام يوم عن نهايه المبكره ومش هياثر على نتائج ايه؟ صفر. وابنها غلطان. يبقى معنى كده طلعت معايا بكام؟ بصفر. طب تعالى لي على النشاط زي مين؟ انا عايز واحد بس يكون فيه حرام. الاي. الاي طالع منه كام سنه؟ واحد. السنه ده رايح لمين؟ محمد. الكيم. داخل فين في الكيم؟ في الستارت. يبقى 38. طالع من مين؟ طالع منين من الاي؟ من فينش يبقى 29. في لاج ولا مفيش؟ طب استنى بقى. معناها ايه بقى في الفلوس هنا؟ النشاط معناها هنا ان النشاط اي من حقه ينتهي 29 والكي اللي معتمد عليه هيبدا 38. يبقى الاي ممكن يتاخر كام يوم عن نهايه يوم مش هيأثر على التاني اللي بعده. اكتب ازاي؟ يبقى 38 ناقص 29 تعمل لك كام؟ 9. طيب اسال سؤال، النشاط اتش هو انا طبعا كام؟ بصفر مش كده؟ طب لو حبيت اسيبه فعلا هيطلع كده. العلاقه؟ زيرو واحد زيرو واحد فينش ستارت تبقى عباره عن ايه؟ انهي 38؟ بص بقى الغلطه كلها الباشمهندسين يعني بعد التعب ده كله والحل العلاقه داخله من تحت كده صح؟ يفتكر انه ياخد الرقم ده. يا باشمهندس بقول لك اوعى وحزاني شغال على انهي تواريخ؟ الاي اللي دي التواريخ اللي فوق تبقى ال 38 ناقص ناقص 1 ناقص 39 يبقى ده كله يطلع بكام؟ صفر. تاني دي يا جماعه بقت زائد دي طريقتين مجموعهم كام؟ ناقص 39 تعمل صفر. وفعلا حقيقي على فكره انتوا عارفين ليه؟ ليه دي صفر؟ هو ده انتهى كده وده هيبدا كده. الفرق بينهم يعني ده كده ما ينفعش يتاخر ولا يوم عن نهايته عشان ده افرض سي مثلا ب 40 ساعتها ده يبقى هنا كام؟ 39 يعني اتاخر يوم ولا ما اتاخرش؟ طيب هات لي نشاط زي النشاط دي بسرعه كده. بي يا جماعه وتعالى بقى عشان نفهم مع بعض خارج منه كام علاقه بيه؟ اثنين. اول علاقه فينش
تو ستار يبقى 13 ناقص 7 وانا غلطان تعمل لي كام دي؟ 6 6 في حسبه ثانيه ولا مفيش؟ في حسبه ثانيه ايه هي؟ فينش تو فينش ها الناس اللي فهمت يبقى 21 ناقص 7 تعمل لك كام؟ 14 اقولها تاني شوف السهم داخل فين خارج منين واللاج اطرحه خلصت يبقى الموضوع مش موضوع مين لا العلاقه بتقول ان ده افرض العلاقه دي بس اللي موجوده اللي هي تحت دي يا جماعه ما بين البي والاي ده معنى ايه؟ ده من حقه انتهي امتى؟ 21 ده من حقه انتهي امتى؟ يبقى القاعده بتقول لك ايه دلوقتي؟ الاثنين من حقهم ينتهوا في نفس اللحظه طب لما بي ينتهي 7 وايه انتهى 21 يبقى كده دي من حقه يتاخر كام يوم على النهايه ومش هيأثر على نهايه مين؟ بي لان العلاقه فينش تو فينش فاهمين قصدي ايه؟ طب كمل يلا نشاط دي يا باشا وتعمل عليه كام نشاط؟ 3 تطلع بكام؟ صفر 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 14 ناقص 14 صفر في 100 حاجه كمان تحت ما تحسبهمش انت لو اول ضربه عندك في الحسابات طلع صفر ما تكملش الباقيين لان القاعده بتقول لك انك بتاخد مين؟ الاقل وليس الاكبر انت فهمت انا قصدي ايه؟ كمل النشاط جي جي يعمل كام؟ كم حسبه؟ جي كم حسبه؟ 2 اول حسبه عباره عن ايه؟ فينش ستار 23 ناقص تعمل لي 3 صح كده ولا غلطان؟ او كام يا جماعه؟ شوف ايدي رايحه فين؟ 37 ناقص 10 ناقص 14 لا دي الاقل ما هي 37 ناقص 24 اكبر بكتير من الثلاثة مش كده؟ تمام اخر حاجة عندك ان انهي نشاط هات لي كده نشاط ايه يا جماعة؟ في ايه بقى كام بسرعة ثانية؟ صفر جت منين؟ 23 ناقص 2 ناقص 21 في مشكلة في الفلوس؟ النشاط اف 23 ناقص 14 كام؟ 23 ناقص 5 5 اشمعنى؟ 23 ناقص 18 فينش تو ستارت وهو سهم واحد يبقى 23 ناقص 18 بتعمل لك 5 كده انا كده خلصت دي فاضل لي مين؟ الشيء الشيء بقى لو سمحت حضرتك هتعمل في ايه الشيء؟ تعال بهدوء خارج كام علاقة؟ 2 امسك العلاقة اللي تحت الأول يا عم اللي هي دي اللي هي مين؟ ستارت ستارت تبقى كام يا جماعة؟ 38 ناقص ها؟ 13 وضحت؟ ما هو الناس عينيها بتزور يروح يقول لك هاخد دي يا ابني ربنا يهديك يروح بسطك كده يقول لك مالكش دعوة يا ابني خد مفيش بركة يبقى كده كام ها؟ 20 او كام؟ 43 ناقص ناقص لا الثانية مرفوضة أصلا 25 الثانية 25 ولو هي موجودة تبقى غلط اشمعنى غلط؟ مش هتبقى فوق 20 يبقى الرقم اللي تحت يا 20 ايه؟ يا أقل واضح الكلام اللي أنا بقوله؟ تمام طيب صار عندك الراجل طلب منك تطلع له الكالندر ديتس بتاعة الأنشطة هنقول مثلا النشاط ان والنشاط دي طالب مني الكالندر ديتس بتاعت النشاط مين؟ ببساطة قوي عايز افهمكم حاجة بسيطة صلى على النبي الزمن اللي جوه النشاط ده
اللي هو سي وليكن النشاط ان زمن ان كام يوم؟ 12 يوم حسبها زي 12 يوم هو مش كان معاك كمية قسمتها على معدل انتاج راح طلع معاك كام يوم؟ 12 يوم يوم دي عبارة عن ايه؟ دول 12 يوم شغل اللي هيخلص فيهم مين؟ النشاط ده طب 12 يوم شغل ده لما تنزل بيهم الموقع هيبدا يوم خميس وهينهي الاثنين في الاسبوع اللي بعده مش الاثنين ده لا اللي بعده ساعتها في التوقيت ده الخميس جه وراه على طول مين؟ جمعه هيتاخد اجازه ولا هيشتغل؟ اجازه صح كلامي؟ تمام خلي الجمعه اجازه خلي الاسبوع كله ودخل في الاسبوع الثاني خلي بالك وكان فيهم جيمي برضه يبقى عندك كام يوم جمعه؟ اثنين يبقى الراجل ده لما يجي يشتغل هل هو كده هيشتغل 12 ولا هيشتغل 14؟ 14 بس ال 12 هم صافي الشغل دول بنسميهم ايه ال 12 دول؟ الوركينج ديز يبقى خلي بالك الوركينج ديز دي عباره عن الزمن الفعلي لتنفيذ النشاط بدون الاخذ باعتبار الاجازات يبقى دي عباره عن الزمن اللي هياخد عشان ينفذ بيه مين؟ النشاط وزود تيك انتو كونسيدريشن الهوليديز بدون ما ياخد في اعتباره مين؟ ها؟ الاجازات انما الكالندر ديكس هياخد في اعتباره مين؟ ها؟ الاجازات طيب كلام جميل تعالى يا باشا نحسبها ازاي؟ راح الراجل مشكورا في الامتحان قايل لك ان المشروع هيبدا كستارت يوم 3 اكتوبر 2016 ده عباره عن يوم السطر ها دي يعني يوم مين؟ يوم السبت ماشي عايزك بقى تحسب له مين؟ النشاط ان يعني كيوم بقى فين في الشهر والغنى طار ودي كيوم في الشهر كام ونفس الكلام مين النشاط احنا كنا قايلين دي على طول اهو دي 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 هنعمل ايه في التوقيت ده يا جماعه طب تعالى نعد على ديك هنبدا بقى ننشئ الكالندر بايدين دي كده هيعمل الاسبوع بتوعك كلهم بالكامل صح؟ طيب استناني بقى هو بقول لك المشروع هيبدا يوم كام؟ ثلاثة صح؟ اشرح لي بس ثلاثة دي بالنسبة لك يوم كام في الشهر؟ اسبوع؟ السبت هروح انا جاي قدام سبت وحط هنا كام؟ ثلاثة ده انا كده كام في الشهر؟ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة انزل 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 استناني بقى وراح قايل لك كمان في نفس المساله ان الراجل ده هياخد يوم 6/10 ده برضه هوليدي اجازه طيب انت قلت هيبدا امتى؟ 3 يبقى ستارت المشروع 3 ككلمه وواحد جوه دايره اهي كمين وركن يبقى اول يوم شغل كان يوم 3 في الشهر طيب اللي بعده بقى ده كام؟ ركزوا معايا ها؟ 2 هنا 3 ده يبقى 4 فهمتوا حاجة؟ ده يوم شغل يعني زي ده ولا شايفه ليه يا جماعة؟ نركز فيه طيب ده معناه إن العمود ده على بعضه برضه فركش لأنه كان قايل لك في رأس السؤال برضه إن الفرايدي مالها؟
كلها اجازات. طب تعالى كمل، تبقى دي هنا كام؟ 5 صح كده؟ تعمل لك دي كام؟ 6 ها؟ 7 8 9 10 ها؟ ماليش دعوة، احنا اليوم ده بس الاجازة هشكر عليه. ها؟ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. مش عايز اكتر من كده، انتوا عارفين ليه مش عايز اكتر من كده؟ هو عايز ان مش هتقل اصلا. هو عايز ان اللي هو 9 7 كام؟ 19. طب ده كان فيه كام؟ لا يبقى كام؟ 23. يبقى كده كام ها؟ 21 22 23 صح كده يا جماعه ولا ايه؟ دايما الدكتور هيحاول بقدر الامكان يخلي لك العمليه كلها جوه شهر واحد. علشان ما تخبطش انت في حوار مين؟ الشهر ده 31 يوم ولا 30 يوم؟ ده هو بيعمل لك يا جماعة الصوت لو سمحتوا. أنا النهاردة يعني بضرب بين عصفور بحجر واحد. فأتمنى بس تهدوا معايا، يعني بقول كذا حاجة على مسألة عشان أقدر أقول كل شيء فيه. خلاص؟ طيب عندي اعتماد. هحط هنا ايه الستارت؟ هنا لو هيبدا ايه الستارت هينهي؟ طيب لو هيبدا ليه الستارت هينهي؟ ليه فينش؟ امسك لي بقى معاك انا نشاط احنا كنا قايلين ايه؟ ودي صح كده؟ طيب تعالى بقى الحته اللي عايز اوصلها لكم بعد ايه هي؟ النشاط ايه؟ بعد اليوم كام كشغل؟ ثبت نفسك ان التواريخ دايما اللي بتتحط في الشبكه هي عباره عن تواريخ نهايات ايام او اسابيع او شهور حسب المخطط المباشر. نهايات مين؟ ايام. ده معناه ايه؟ ان هو اصلا هيبدا امتى؟ يوم واحد صباحا اللي هو يعتبر صفر مساء. فهنحطها في الشبكه كام؟ صفر. معلش دي كام؟ معناها ايه؟ 4 صباح. انت هتبدا لو هتيجي تتكلم الصح هيبدا 4 صباح. عشان كده احطها في الشبكه كام؟ 3 مثلا. ودي كلام قصدي ايه؟ يبقى خلي بالك انك انت دايما بقى وانت رايح تحسب سواء في الايل ستار او الليل ستار بتزود واحد. انما ده وده زي ما هو. يعني ايه؟ النشاط ده دي كانت كام؟ صفر رحت مزودها مخليها كام؟ واحد. صح كلامي كده ولا ايه؟ طيب ما تيجي نمسك النشاط ده مين؟ كان مين؟ ان خلي بالك لو لاحظت ان ان حرج ولا كده؟ حرج. هو دايما هيلعب معاك لعبه دي. هيجيب لك واحد حرج وواحد غير حرج. فالحرج هتحسب انت مين؟ الان بس والليت ما هو هو والحته ما هو خلي بالك ده 7 وكام؟ 7. طب وده 7 وكام؟ طب ده 5 و4. لكن دي مختلفه صح كده؟ تمام. طب تعالى لي بقى ده هنا كام؟ 7. 7 دي معناها حته امتى؟ يوم 8 صباحا. 8 صباحا هنا على الكالندر اللي هو انهي يوم؟ 12 10. يبقى هيبقى 12 10 2016 مورنينج صح كده ولا ايه؟ تمام. طيب هينتهي امتى؟ 19 شهر ده ينزل زي ما هو بقى اليوم كام؟ 5 20 10 2016 ده بقى مين ها؟ ايفنينج مساء. بس عايز اقول لك حاجه بقى بالراحه. صل على النبي. لو انا حبيت اطلع النشاط ايه؟ ايه كده هيبدا بكام؟ ما تيجي بس. كده هيبدا يوم كام؟ 3 10 مش كده؟ 5 يعني هتبقى كام؟
8 ها 10 كده معانا هنشتغل كام؟ هاخد 3 و 4 و 5 و 7 و 6 ايام يوم يوم دي معناها ان هنشتغل يوم 3 الصبح يبقى كده 3 بس حسب معايا افهمني يبقى 3 كده كام يوم؟ 1 هيشتغل يوم كام؟ 4 هيشتغل يوم كام؟ 5 هيشتغل يوم 7 يوم 8 صح الكلام؟ هيشتغل يوم كام؟ 8 ماشي يا جماعه؟ طيب قلنا ثواني كده كده كام يوم شغل فعلا؟ 5 1 2 3 4 5 ما تجيش تقول لي بقى وده سؤال ممكن يجيب لك امتحان الكالندر ديز ممكن ان هي تكون اقل من الورك ديز صح ولا غلط؟ غلط ما هو انت لو مفيش اجازه يوم كان هيساويه طب فيها اجازه يوم زاد يبقى دايما الكالندر اكبر من او تساوي الورك اكمل؟ كمل طيب دول يا جماعه احنا منهج هو نفس النشاط طب تمارين نفس النشاط دي دي يا جماعه هيبدا كام؟ يبقى 6 مش كده يا جماعه؟ 6 صباحا يعني كام؟ 10 يعني يوم 10 10 20 16 ده مين؟ مرن طيب هينتهي كام؟ 14 هي كام؟ كان كام 14 14 هي كام؟ يوم 19 10 تمام 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 طب النشاط دي كليل هيبدا كام؟ 20 20 كليل هيبدا 20 14 هي كاملها كام؟ 20 هتبقى 15 ولا ايه؟ نسيت ولا ايه؟ تزود يوم طيب الدين كام؟ 14 انا قلت في اي ستارت بزود يوم يبقى 15 15 دي على الكلام ده عاملها كام؟ 20 طيب دي هنا كام؟ شكرا طيب السؤال بقى اللي في الامتحان برضه هنا في حاجه اسمها صوت الاكتيفيتيز according to the degree of criticality يعني رتب الأنشطة طبقا لدرجة الحرارية يعني إيه؟ في نشاط حالي ده خلاص أنت عارف كده والأسبوع بكام؟ بستة فده كده كأولوية تنفيذ زي ما هنشوف بكره مع الدكتور علي يحتل المرتبه الاولى. يعني وانا عندي نشاط حرج ونشاط غير حرج وده محتاج موارد وده محتاج نفس الموارد. وانا مش معايا الاثنين ان ادي واحد في الاثنين بس. ادي مين فيهم في التوقيت ده؟ ادي الحرج. لان الحرج لو ما خدش هيسمع في زمن المشروع كله ولا غلطان. انما غير حرج لو ما خدش ممكن يسمع بس هو معاه براح في الفلوس بتاعه. زي النشاط ده من حقه يبدا من 5 لحد كام؟ 4 ده حريه شخصيه بالنسبه لي انما ده ما ينفعش يبدا 7 يبدا 7 وضحك تمام بتعمل ايه حضرتك؟ بتروح عامل جدول ودي حته تافهه قوي على فكره ويا ريت يا ريت تركز فيها هنا اكتيفيتي وهنا التوتال فلوت وهنا الاوردر يعني كترتيب تعمل ايه؟ تمسك بقى الانشطه الغير حرجه بالكامل وتبدا ترتبها تبقى لمين؟ الاعلى ولا الاقل في التوتال فلوت في نظرك؟ الاعلى ولا الاقل؟ تبقى للاقل في التوتال فلوت. ما هو كل ما يكون التوتال فلوت بتاعه قليل ده معنى قريب يبقى حرج. والله الله يبقى معنى كده مين اقل التوتال فلوت من الانشطه بالكامل؟ هنبدا بمين؟ بدين ومعاك مين؟ مش كده ولا ايه؟ ومعاك مين كمان؟ دي ده كام؟ 9 9 ده كاوردر هم كلهم نفس الدرجه ولا انا غلطان؟ اللي بعد
النشاط مين؟ جي ب 12 يبقى ده 2 اللي بعده ها النشاط اف كامل اف 14 يبقى 3 النشاط مين؟ بي مش كده؟ ولا سي؟ سي جي سي وجي ركزوا عشان انا بدبني جميع افكار المسائل على مساله واحده هقولك اهو سي وجي هنا كام؟ 20 20 4 4 بعد كده ما كانش عندك مين؟ البي البي كام؟ 23 ده كده كام؟ 5 في حاجه ثانيه؟ مفيش طيب اللي انا عملته ده ايه؟ اللي انا عملته ده ان رتبت الانشطه طبقا لدفتره الكتل في الوقت عشان الراجل لما ينزل يتابع في الموقع يكون عارف ان الانشطه اللي يبص لها قوي ويركز معاها قوي هي الانشطه مين؟ اللي اقل من الكيلو علشان دي بتكون اقرب ان هي تكون مين؟ حرجه. طيب السؤال بقى لحضرتك هو انا مش هعمل بلاننج يعني ترتيب واطلع انشطه حرجه والباشمهندس عمل بلاننج ورتب واطلع انشطه حرجه وعلى فكره البلاننج بتاعي غير البلاننج بتاعه. مين البلاننج بتاعنا احسن؟ مين البلان بتاعه احسن في الاثنين؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. ها كل لما كانت عدد الانشطه الحرجه الحرجه في المشروع اقل كل ما معناه ان البلاننج بتاعك 10 على 10. تاني اهو كل لما كان الانشطه الحرجه اقل كل ما كان البلاننج بتاعك مظبوط. ليه يا جماعه؟ ما هو معنى ان المشروع كله حرج، انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ان الراجل حط الانشطه كلها ورا بعضها سطر واحد. كلوجيك ولا انا غلطان؟ طب الراجل ده فكر ورتب حاجات ونفذ حاجات على التوازي. ساعتها بقى على التوازي ده في واحد فيهم حرج والباقيين غير حرج. يعني معنى كده انه كان في نشاط زمنه 5 ركز لي اهو وبعد نشاط زمنه 3 وبعد نشاط زمنه 2 دول كده ياخدوا كام؟ 10 مليون. طب لو انا قدرت بطريقه ما انفذ الثلاثه على التوازي هياخدوا كام يوم؟ 5. يبقى الراجل ده كده وفر ولا ما وفرش؟ يبقى معنى كده انه لا يزيد عدد الانشطه الحرجه في المشروع تقريبا عن حوالي 30 او 40% من مين؟ من الاجمالي بتاع الانشطه. لانه لو زاد ده معناه داخل ان البرنامج بتاعك يكون مين؟ سيء. ما احنا قلنا يا جماعه ان ممكن مليون واحد يعمل مليون بلان بس اكيد في حاجه بتميز صح ولا غلطان؟ يبقى التميز نعمل ناحيه مين؟ عدد الانشطه الحرجه. كل ما قلت كل ما كان ساعتها نعم تمام الوقت حاجه وفي نفس التوقيت انت عارف برضه في مين؟ تفكير. ما انت لما نفذتهم كلهم مره واحده انت كده عملت الوقت بتاع المشروع مراحل. لكن لما احاول انفذ على التوازن كده انا بحاول اضغط زمن مين؟ زمن المشروع. انت فاهم؟ تمام. خد دي كانت في قمه الاهميه. في سؤال تاني بقى ده ليك انت. ايه هو؟ عايز الديجري اوف كريتيكاليتي بتاعت الباصز المسارات. ركز في السؤال ده مهم قوي. ما هو يا دي يا دي. يا هيجيب لك الانشطه يا هيجيب لك المسارات. بس بتاع المسارات ده رخم شويه. ده بتعمل فيه ايه؟ بص معايا بقى. يبقى يا اما على انشطه بالمنظر ده يا اما على مسارات. انت عندك كم مسار في المساله؟ ايه يا باشا؟ ادي 1 2 3 4 وبعدين ها؟ 1 2 3 ها؟ وادي ها؟ 1 عد بقى ما انت ماشي مع كل رقم من اول الحبل لاخره هيبقى عندك حوالي 10 مسارات ولا لا؟ تبدا تاخد كل مسار منهم وتحط لي عليه مين؟ التوتال فلوس بتاع كل نشاط. هعمل لك واحده هاخد واحده زي مين وليكن؟ المسار اللي فوق اللي هو كان مين؟ A و B وبعدين J وبعدين K ده ب 0 وده ب 0 ده ب 23 وده ب 20 صح الكلام؟ تجمع لي الاثنين على بعض يبقى ليه درجة الحرجة يبقى ده كده 43 انتوا معايا؟ تمام. المسارات اللي بقت كلها نفس الحركة وترتب ساعتها برضه كأولوية تبقى لمين؟ للمسار الأقل في السبمشن بتاع الكتروت بتاع كل مين مسار. واضح كلامي ولا ما واضحش؟ اتفقنا؟ يبقى انا كده بحاول بامكان الم كله في الموضوع.
الحته الخطيره جدا برضو لسه بدري راحت يا جماعه عايزين تفكروا على الله تفكروا على الله بس اقسم بالله كل كلمه بقولها اتمنها معاك في الامتحان لان انا بلم اللي انت عايزه بالظبط مش بخش في حوارات تانية خلاص اكمل كمل باش مهندس هو ايه تعريف نشاط الحياة؟ هو المسار هو النشاط الذي يحمل اقل توتال فيوت في الشبكه ركز في دي ليالي هو النشاط الذي يحمل المينيمم توتال فلويد ما قلتش زيرو هو هنا كام اصلا زيرو بس انا ما قلتش زيرو ليه هتشوف دلوقتي طيب كون المسار الحرك او النشاط الحرك هو الذي يحمل اقل توتال فلويد انتوا معايا ده معنى في التوضيح ده ان المسار الحرك التوتال فلويد بتاعه كان كام صفر لو في اي نشاط تاني له توتال فلويد صفر يبقى ده معناه نشاط مين؟ حرك ده اوتوماتيك طب ده معنى في التوقيت ده ان باقي المسارات وباقي الانشطه لازم يكون التوتال فلويد بتاعها عالي اكبر من صفر لان انا بعرف النشاط الحرك بقول له ماله اقل مين؟ توتال فلويد طب خد دي افرض جدلا زي ما انا هعمل دلوقتي طلع المسار الحرك التوتال فلويد بتاعه 3 ده معناه ساعتها انه اي نشاط هيبقى بتاعه ثلاثة حاجة وباقي النشاطات بالكامل ممنوع يكون الضغط بتاعها اكبر من او اسف اقل من او اقل من او يساوي مين؟ ثلاثة اقولها تاني نشاط حاجة تقدر بتاعه كام؟ ثلاثة هيبقى الحاجة المسار كله مين؟ ثلاثة وده معناه كتعريف اصلا النشاط الحاجة بيحمل اقل من كونتاكت فلوس ده معناه التوقيت ده ان باقي الانشطه بالكامل يبقى التوتال بتاعها ماله اكبر من ولا يساوي الثلاثه ازاي؟ الدكتور هيجي في الامتحان ويلعب اللعبه الصغيره دي ايه هي؟ هيقول لك في ريسك في زمن المشروع في زمن المشروع ممكن يزيد معاك شويه وليكن ب 10% ده معناه في التوقيت ده ايه؟ انت بتحل الشبكه عادي خلاص قديم عندك اعتراض وهتقدر كمان تجيب مين؟ المسار الحرج بس في التوقيت ده ما تجيبش التواريخ اللي في المسار الحرج تحت يبقى انا هعمل ايه معلش؟ انا كنت بعمل شويه مش كنت بحل رايح وانا غلطان وارجع اجيب مين؟ الحرج واحط اللي فوق اللي تحت بعد اذنك انا عايز حاجه واحده بس من دول ايه هي؟ حل رايح هات المسار الحرج وما تحطش التواريخ اللي فوق تحت استنى واضح كلامي؟ طب هتعمل ايه؟ ده طلع كام؟ 43 هتضرب 43 في 1.1 والرقم اللي يطلع زي ما يطلع طب سي يا جماعه سي طلع الرقم معايا 46 ده معناه ساعتها ان المشروع ده من حقه يتاخر تماما لحد يوم كام؟ 46 بيمثل ايه في المشروع؟ الليت فينش لاخر نشاط في الشبكه مستحيل يتاخر عن 46 يبقى في التوقيت ده معاك هتعمل ايه؟ استناني بقى بص بدل ما كنت بتيجي زي زمان تحط اللي فوق تحت ده هتعمل ايه؟ تحت هيبقى كام؟ 46 ناقص 5 41 بقى المسار الحرك دلوقتي التوتال فلويد بتاع النشاط ده كام؟ 3 ده معنى في التوقيت ده بقى لما اجي اشتغل على باقي الانشطه الحرجه هو مش داخل الحرج؟ انا بحل مساله ثانيه على فكره اهو هو مش داخل الحرج ولا انا غلطان؟ ساعتها في التوقيت ده التواريخ اللي تحت زادت عن اللي فوق بكام؟ يبقى في المسار الحرج اللي فوق ينزل تحت زائد 3 يعني ايه؟ يعني دي كده تبقى هنا كام؟ 42 دي هنا ها؟ 40 دي هنا 22 دي هنا 10 دي هنا 8 دي هنا عشان يبقى الرقم ده فيهم كلهم بكام فوق؟ ب3 على فكره هو اكد على الكلام ده وممكن تيجي في الامتحان خلي بالك انا بلم الافكار في المحاضره
ده هنا بيسموه قطر المكسور. كمل بقى كسر، تحط الكسر زي ما هو، كسر تحط الكسر زي ما هو. نقطه بقى من اول السطر باقي الانشطه بقى غير حاجه. مستحيل هتلاقي اي نشاط لما ترجع بيهم بقى الباقيين، مستحيل تلاقي اي نشاط منهم الطفل بتاعه اقل من او يساوي الثلاثه، لازم يكون اكبر من اثنين من الثلاثه. وصلت؟ استناني بس ثانيه. انا كده كل كلامي على مين؟ على التوتال فيو. طب والتوتال فيو بتتاثر ليه؟ لان غيرت التاريخ اللي فين؟ اللي تحت. طب ارجع على الفري فلوت بقى وركز في دي قوي. الفري فلوت معتمد على انهي توازن؟ اللي فوق. يعني سواء المشروع هيتاخر شويه او هيتنفس معايا فكده كده الفري فلوت بكلام. واضحك ولا ما واضحكش؟ اتفضل يا باشا. لا استناني بقى هنا كده، بص معايا. لو انا حبيت احسب الفري فلوت تاني ده، دي هنا كام؟ انت قايل 19 مش كده يا جماعه؟ اه يا جماعه مش كده؟ 19 صح؟ تمام. دي هنا كام؟ ناقص ناقص يبقى صفر. يبقى خلي بالك الموضوع ده بيأثر معاك على التوتال بس ما بيأثرش على الفري. يبقى الفري ثابت دايما الحرك بكام؟ بصفر. الفري ثابت الحرك بصفر، انما التوتال معتمد على الرجوع. طب امتى التوتال يبقى بصفر؟ اذا كان الليت فينش يساوي الاي بي فينش للانشطه الحاليه، او الليت ستارت يساوي الليت الاي بي ستارت مين للانشطه الحاليه. يبقى ده سؤال. يبقى لما نيجي يقول لك الكريتيكال اكتيفيتي هاز مينيمم توتال فلو، ده كده صح ولا غلط؟ صح. انا قلت مين؟ مينيمم. قلت مينيمم ده كام؟ طب لما اقول لك بقى الكريتيكال اكتيفيتي هاز زيرو توتال فلو. غلط. طب تبقى صح انت لو كتبتها ورحت قايل مين؟ الكريتيكال اكتيفيتي هاز زيرو توتال فلوت اف اتس ليت فينش ايكوالز تو اي بي فينش. لا يبقى كده صح، لانه كده دي ناقص تساوي معاك مين؟ صفر. انتوا معايا في ايه؟ طيب تمام. يبقى انا كده اديت كل الحاجات اللي ممكن تجي لك فين؟ في السؤال. يبقى تفكري بس نحل مع بعض مين؟ البار تشارت. خلاص؟ في نقطة مهمة بس عايز أروح عليها بكرة في كويز في المحاضرة. ممنوع الغيبة. كويز على الكلام ده. على الكلام ده. على الكلام ده. ممنوع الغيبة بعد اسم المحاضرة. التريكات اللي كان بيرميها دي ويقول لك حبيب صح وغلط. أنا الكلام ده كله بلاقيه في حوالي 7 ملايين بكرة وهنزله لك. يبقى ده مهم جدا. في حتة الدكتور حطها في المحاضرة وما روحش عنها ولا طيب. حاجه اسمها الكي بي اي دي جايه في امتحان الفاينل. دي اسمها الكي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات اداء المشروع. هنهرج بالتفصيل وكل اللي فيها. فالمحاضره او المحاضرتين او ثلاثه دول هاني انا لم النظر اللي هيجي لك صح وغلط او هيجي لك في 45 سنه. لا لسه يا باشا بجهز فيها بس. الدكتور في المحاضرة شرح حاجة اسمها كيس ستادي. كيس ستادي يعني ايه كيس ستادي؟ كيس ستادي يعني جاب لك كوبري كان عايز يتعمل وله أنشطة وقال لك ابدأ أنت طلع العلاقات. أنا هنا دلوقتي عامل شبكة صح؟ حاطط مين؟ أكتيفيتي وحاطط مين؟ الدكتور هيجيب لك مين؟ أكتيفيتي بس. وأنت اللي هتطلع مين؟ الديبندنس أون. بعد ما تطلع الديبندنس أون ترسم الشبكة. وبعد ما ترسم الشبكة هيطلب كالندر ديز. وبعد ما يطلب كالندر ديز يقول لك ارسم بار تشارت. يعني فاهم كله منين؟ على مسألة واحدة. طيب أنا بنزل لكم 2 كيس ستادي من إيه وزد. 2 ستادي كيس ستادي من إيه وزد. هتيجي واحدة زيها في الامتحان. عبارة عن كوبري. ده أنا نازل. عبارة عن كوبري. بس خلي بالك من حاجة بقى. الكوبري دايما تعامل عشان تفهم التكنيك بتاعه. في عندنا كلمتين دايما في الانشطه
كلمة اسمها ريدير وكلمة اسمها ركيول. يعني ايه ريدير؟ يعني بيعد الحاجة. لما اجي اقول لك النجار او اقول لك الحداد مثلا، الحداد هو لازم الحداد يستنى لما الحفر يخلص، وكمان بتاع النجارة يخلص لان انت اشتغل حتى قواعد. امال ايه يا جماعه؟ ممكن يشتغل مع اول مشروع خالص، يخلي الحداد تبقى لوح الشرب اللي هو بيعمل مين؟ التقفيص على الحديد بتاعته، عشان مجرد بس ما النجار يخلص يركبه. يبقى معنى كده عمليه اعداد الحديد يسبقها شيء ولا في اول المشروع؟ في اول المشروع، صح الكلام؟ طب لما اقول لك ان انا عندي كاميرات ستيل هجيبها للجوبري، انا بقول من الجلسه عشان ما اتحركش. كاميرات ستيل هجيبها لمين؟ للجوبري، صح الكلام؟ كاميرات ستيل هجيبها للجوبري دي. في حاجه اسمها بيور ستيل بيمز او بري كاست بيمز. يعني ايه بيور؟ يعني يورد معناها توريد الكاميرات ستيل للموقع. طب هل الكاميرات دي لازم اوردها قبل ما انفذ على طول؟ على فكره غلط. قبل ما انفذ الكاميرات بالتاكيد ما ينفعش اروح اجيبها على طول. ليه؟ ما تضمنش الظروف ايه ساعتها؟ ممكن تتاخر، ممكن يكونوا خدوا وقت تصليحها زياده. يبقى تنبه عليهم، انت عايز تركب الكاميرات دي يوم 20 في المشروع، من اول يوم يبدا تقول له مين؟ والنبي لو سمحت خلصت الكاميرات. يخلصها بقى زي ما خلصها ويجيبها لك. المهم انك انت ما تطلبهاش قبل مين؟ قبل التنفيذ. طب انت عندك الكوبري بيتكون من ايه في الغالب؟ من الكوبري بيتكون في الغالب من الجنب ده كده والجنب ده كده واللي في النص دي. الجنب ده كده اسمه ابارتمنت. انا بفك الشفره. الكلام ده الجنب ده اسمه ايه؟ ابارتمنت. انت عندك كام ابارتمنت في الكوبري؟ ليفت ورايت، صح كلام؟ طيب لكل واحده من دول في تحت مين؟ فاونديشن، صح كده ولا ايه؟ تمام. اللي في النص دي اسمها ايه؟ بير البدله. والبدله انا هقول مين؟ فاونديشن. يبقى عشان احنا الكل ببدا بدايه الحفر ثم بعد الحفر بشتغل بتاعت فاونديشن. الليفت ابارتمنت، الرايت ابارتمنت، والبير، صح كلام؟ بعدهم مين؟ ثلاثه فاونديشن. بعد ما خلص الثلاثه فاونديشن ببدا اشتغل في الفودي بتاعهم هم. ببدا اعمل سنين كونستراكت الليفت ابارتمنت، بيبدا ينفذها هي. بعد ما خلص الليفت ابارتمنت هيشتغل معاها مين؟ الرايت ابارتمنت ومين؟ والبير. طب افرض جيت قلت لك وانا بعمل في الابارتمنت كجسم هي والبير ما كانش معايا غير طقم واحد بس اللي هيشتغل مين؟ في الابارتمنت. والطقم الثاني جاي واحد والبير، ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللي يشتغل هيقدر يشتغل في الليفت مع البير. بس الرايت هيستعدها امتى؟ بعد ما الرايت تخلص. تاني اهو ثواني يا جماعه، انا بقول انه في الليفت والرايت والبير هنا في دول وان ترو. ركزوا بالله عليكم، هي دي حاجات الكيس ستادز. عايزه واحد بقى ايه؟ مش حافظ فاهم. خلاص؟ وان ترو. وهنا جاي كده مين؟ وان ترو. يبقى لما يبدا يشتغل براحتك بقى، يبقى هيشتغل مين؟ الليفت. وفي نفس التوقيت طيب في الرايت لازم يبداها بعد الليفت، ما ينفعش يبداها معاها لانه معاه بقى واحد بس هو اللي شغال مين؟ في الاثنين ابان. فهمت قصدي ايه؟ يبقى معنى كده خلي بالك من حته الكوليسترين، هي جاي طقم ولا طقمين ولا ثلاثه هينفع ينفذهم على التوازي ولا لازم على التوازي؟ واضح قصدي ايه؟ تمام. طب بعد ما ينفذ دول هو الكوبري ده، الكوبري ده مش فيه هنا كاميرات بري كاست، بري كاست بيمز كاميرات سهلة الصف ولا نجيبها راكبها؟ الكاميرات اللي بنيجي نجيبها ونركبها هنا في الموقع، لما نيجي نركبها في الموقع نحتاج لها اول بروكيور
يبقى الرجل يبقى هيورد من التوحيد هيبقى مين؟ اول الشبكه. انتوا معايا؟ وهيبقى مين؟ التركيب بتاع الكاميرات. الكاميرا اللي ناحيه اليمين اللي فيها كاميرتين. كاميرتين كده جنب بعض في فاصل. الكاميرا اللي ناحيه اليمين والكاميرا اللي ناحيه، طب استناني، الكاميرا اللي ناحيه الشمال دي هيحطها انت؟ بعد ما نفتح الكاميرا وبعد ما يخلص الله ينور عليك، بعد ما يخلص الليفت والبير والنار طالعه من شفتك ليه الناس بتركب كده، يبقى جنب الكاميرا البيكا قبل الكاميرا البيكا دي كام نشاط؟ ثلاثه وكيون، واللي يخلص مين؟ الليفت ابارتمنت، واللي يخلص البير. طب ده تلاقيه يركب الكاميرا اللي ناحيه اليمين خلاص ما احنا فهمنا صح؟ طب ده تلاقيه بقى يعمل بلط الكوبري التكستات معتمد على مين؟ اسمها تك. بلاطه في الكوبري دايما اسمها تك، دي اي سي كي تك ستاب. الريزورت ستاب ستاب والكلام ده كله. يبقى تك المفروض بقى لما بلاطه مين؟ الكوبري ماشي. يبقى هيعمل بلاطه الكوبري امتى؟ بعد ما يخلص الكاميرات. يبقى معنى كده ان قبل البلاطه في نشاطين، ايه هما؟ الكاميرا اليمين والكاميرا مين؟ الشمال. طب بعد ما يخلص دي والحب دي مش من حقه هنا يردم المطالع والمداخل المطلع ده والمطلع ده كوبري صح كده؟ تمام. دول بنسميهم المطالع دي الباكمنت. دي مين؟ المطالع هيبدا يشتغل فيها. طب بعد ما يعملها من حقه يعمل ايه؟ يبدا بقى يحط مين؟ الفاينل سيرفيس اللي هو مين؟ الاسفلت اللي هيتحط على البلاطه. وبعد كده من حقه يعمل مين؟ الهاندريل اللي على جوانب مين؟ الكوبري. انا كده شرحت كده فاضي في الجانب ده خلاص يا جماعه؟ عشان مين؟ طيب كانشطه بقى وزمن وتفصيل وكود. انا ما عملتش تفصيل، انا كده شرحت الفكره الرئيسيه. ارجع هنا، الراجل عايز يرسم بار شارت، عايز يرسم بار شارت للشبكه دي. احنا قلنا اول حاجه بنعملها هي ما ينفعش نخش نرسم على طول، لازم اعمل ايه؟ ارتب كاولويات صح؟ طيب عينك رايحه على انهي عمود؟ على العمود ده هتعمل ايه؟ عينك هتروح على النشاط اللي قدامه شرط، يبقى ده اول واحد هيترسم. مين اللي قدامه شرط في العمليه دي كلها؟ يبقى ده كده رقم واحد في الاستاذ صح كده ولا ايه؟ تمام. طب بعد كده؟ بعد كده تبدا تدور هنا مين اللي معتمد عليه؟ هل مين؟ اثنين وادي ثلاثة. طب الباشمهندس معانا سي هو الاثنين وبي هو الثلاثة. على فكرة زي ما انا قلت المرة اللي فاتت الشرط ترتيب يمشي معاك، بس الشرط انك ما ينفعش ترسم النشاط الا اللي معتمد عليه يكون اترسم في خطوة مسبقة. فهمت اللعبة اللي انا بقولها؟ ما ينفعش ارسم النشاط الا اذا كان اللي معتمد عليه اترسم في خطوة مين؟ مسبقة يا جماعة. واضح؟ تمام. كمل لي يلا. دول خلصوا، هنخش بعد كده على مين؟ على ادي لي بقى ليا ثلاثة. ها؟ آسف أربعة. معلش أنا هغير فيها. آدي دي كده بكام ها؟ دي أربعة. ده معتمد على الدي وده معتمد على الإف وده معتمد على الدي. كده مظبوط، يبقى ده كده كام؟ خمسة ستة سبعة. مدي لك الأسماء مش مديها لك. تبدا بقى تاخد الانشطه دي مش بالترتيبه دي. امال بقى هي ترتيب الارقام اللي انت حاططها وتوقعها في الشرط بالمنظر ده. هروح عامل ده هنا كده اسميه مين؟ التايم. وده هنا مين؟ الاكتيفيتيز. وده التايم غير مين؟ غير دي بالايام. ممكن تكون المساله هي ايام او هي اسابيع او هي شهور. ودي حته خلي بالك منها. اوعى يخيل بيك ان الدكتور هيدي لك المساله بالاسابيع ويقول لك لو النشاط زاد يومين او ثلاث ايام. غلط غلط. التخطيط وحده واحده خلي بالك. يعني ايه؟ يعني لو المساله كانت شغاله باسبوع اعتبر الاسبوع ده في نظرك انت يوم، شغاله بالشهر اعتبر الشهر ده يوم. انت معايا؟ يعني ما ينفعش يديلك اكتر من واحد ثلاث زمن جوه نفس النشاط او المساله. اكمل بسرعه؟ انا خلصت خمس دقايق بالظبط. هنا يا جماعه هبدا منين؟ ايه وبعدين؟ في هاف سي دي صح؟ اف اي اتش.
كلام جميل. شد دي كده بقى ماري. تعالى يا فندم، النشاط ايه؟ هياخد كام يوم؟ أربعة أيام. إيه كام يوم؟ أربعة. أربعة. مهشر دي ومهشر دي ومهشر دي كده ومهشر دي كده. يبقى أدي إيه خلص. هيبدأ بقى إيه مين؟ بي. سي؟ لا بي. وبي. بي. بي يبقى لها كام يوم؟ مين بعد الإيه؟ يبقى دي هيبدأ من هنا هيخلص فين؟ وفي هيبدأ من نهاية. ايه مش كده؟ وفي نفس التوقيت معاه سي كام يوم؟ ثلاثة. الدي هيبدأ بعد البي ايهما ابعد؟ يعني هيبدأ بكام يوم؟ صح كده ولا ايه؟ طيب اللي بعد اف، اف كام يوم؟ الاي الأخير يبقى مشوار زمن كام يوم؟ ها؟ 15 يوم أو 15 يوم. واضح يا جماعة؟ طيب أنا كده خلصت كلام أنا كنت عايز أعمله. أتمنى إن الله يكون فيكم حاجة.